محمد عنتر، هيبقى اللعب دلوقتي على مزاج سيراميكا كليوباترا. عايزين يسرعوا الريتم يسرعوه، عايزين يهدوا الريتم يهدوه، عايزين يسجلوا يعملوا محاولات. وادي التسديده من رمضان بكم حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لا عايزين يسجلوا، لا لا خلاص خلاص عايزين يسجلوا. احمد رمضان بكم خد الاولى على الطاير، الثانيه من وضع الثبات، يثبت ويسدد على يمين احمد سالم، هدف ثالث لصالح سيراميكا كليوباترا. لكن حلوه 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 في الدقيقه 53 رمضان بكم ثلاث اهداف من ثلاث لاعبين لعبوا للاهلي من قبل، ميدو جابر واحمد ريان ورمضان بيكم. لكن حلوه حلوه حلوه، واخد وضع الثبات وثبت الكوره وثبتني انا شخصيا في التسديده اللي فاتت. رمضان بيكم حلوه 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 على يمين احمد سالم، رايحه عارفه طريقها للمرمى بهدف ثالث لصالح